وقع مؤلمة بتشهدها جامعة القاهرة اللي حصل لنورهان جوه الحرم الجامعي يوجع القلب وما يصدقهوش عقل جريمة داخل الحرم الجامعي نورهان بنت عندها 29 سنة بتشتغل أخصائية رياضية بكلية الأثار جامعة القاهرة ومن كام سنة وتحديدا 8 سنين كان بيشتغل معاها أحمد اللي عنده 30 سنة وحس من ناحيته بحب كبير ليها وتقدم لها لكنها رفضته ورفضت الجواز منه ومش مرة واحدة ده أكتر من مرة فقرر أحمد أنه ينتقم منها لأنه حس أن كرامته تهانت كونها ترفضه وهو بيحبها في البداية كان بيضرب نار على عربيتها كنوع من رد الاعتبار لنفسه وده حصل من خمس سنين يعني بقاله مدة طويلة وهو مكمل في طريق انه يأذي البنت دي وبعد ما ده حصل اخد جزاؤه واتحكم عليه في وقعة العربية وكمان اتعزل من الجامعة بسبب سوء سلوكه ونقلوه من كلية الاثار لكلية الزراعة لكنه مسكتش لحد كده وبدأ يعند اكتر واكتر بدأ يبعت لها رسائل تهديد لفترة وما اكتفاش بكده قرر يعمل الكارثه الكبرى في يوم احمد فكر يسأر لنفسه بطريقه جديده لطالما الطرق اللي فاتت ما نفعتش وفضل ورا البنت دي لحد ما قرر انه يدخل مكتب رعايه الشباب في كليه الاثار وفجاه ضربها بالنار اربع رصاصات وهرب في البدايه هقولكم مصير البنت دي تم نقلها للمستشفي لكن للأسف كانت لفظت أنفاسها الأخيرة في اسم الاستقبال واتنقلت لمشرحة زينهم وتم تشكيل فريق للبحث وتتبع خط سير المتهم وشبكة علاقاته عشان يتم القبض عليه ويتقدم للعداله والكشف ملابسات الحادثه وأسبابها كمان من خلال استجواب شهود العيان أكدت المعلومات ان احمد كان بيروح يقابلها في المكتب اكتر من مره وجات التعليقات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي كلها حزن وتعاطف مع نورهان بسبب اللي حصل لها فقالت بسانتا دمرداش قلبي مقهور عليكي يا نورهان والله الله المنتقم الجبار ربنا وحده قادر ياخدك حقك في الآخرة والله قلوبنا كلها موجوعة عليكي وقالت سارة سوقي حبيبتي يا دكتور نورهان يا شاطرة يا مجتهدة قلبي وجعني عليكي ربنا يرحمك ويصبر أهلك والد خلود فارس صاحبتي من وانا في اولى جامعه 2009 14 سنه كانت جميله ومؤدبه ومبتسمه وبتنقشني من تحت لتحت ودمها خفيف بس بتتكسف خلوني اقولكم ان دي مش اول واقعة من النوع ده في الكام سنه الاخيره وتحديدا بعد وقعة محمد عادل ونيره اشرف الواقعة دي كانت حصلت كشراره وبدايه لسلسله من الوقائع من نفس النوع وسبق الواقعه دي كمان شاب شوه وجه خطيبته بالكتر في مركز اويسنا في محافظه المنوفيه من ايام وحقيقي مجهول السبب في انتشار نفس النوع من الجريمه وكان الجريمه الواحده بتكون تفتيح لافكار جديده للشباب انهم ياذوا البنات باشكال مختلفه وفي اماكن مختلفه قولنا شايف امتى هينتهي النوع ده من الجرائم